الرئيسي، هات المقدم العريف النائب ضابط المفوض نقيب العقلي. مين؟ العقلي الدهر الدهر. لكن بابا ايش بيك على كيفك؟ البيت صبح مصطاحة. مصطاحة شنو؟ يعني تشولي. بابا تشولي شنو؟ يعني حمادة. ابني حمادة شنو؟ يعني شال شيل. لك الشالة كرين قابل شالة الشالة. مو كرين. ها؟ حرامية. حرامية؟ صديق كذب. على كيفك على كيفك. ارتاح ارتاح ارتاح. أنا راح انهار. بابا على كيفك فدوى لقلبك على كيفك بس أعصابك أعصابك. شو أعصابي؟ شك عمري كلش قد اشتغل. حقك عمي حقك والله حقك عمي، مو بس أنت مشكلتك مشكلة المواطن هاي، بس على كيفك فدوى لقلبك على كيفك. زين سيادة العريف العميد العقيد. لك بابا شنو السالفة تطشر علي؟ رتبت هنا أنا على كيفك أبويا. صح الأستاذ صح الأستاذ. بس أستاذ أنا بكون على شيء واحد. شنو هو؟ حتى السوتنايت أخذوه. شنو هو؟ السوتنايت. السوتنايت؟ هذا والله متطور هذا. على كيفك وليدي فدوى القلب بس بهمني. ارتاح ارتاح انت ما طول هنا يمي هاي بخير ودلل. انت وصلت بيادي امينه اوكي اوكي. بس سؤال عندي خير. مو ارتاح. شنو السالفه؟ ارتاح يا اخي. ارتاح ارتاح ارتاح. اجيب لك مي؟ لا 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 ماي. بس بس على كيفك. اريد اسوي دعوه بس بعيوني صديق كذب. بس عندي سؤال انا. تفضل. انتم ما عندكم حارس بالمنطقه؟ لا لا كان قبل ما عندنا حارس، مو احنا جينا وطلعنا مظاهرات بالمنطقه بالمحل. اي طبعا. زين طلعت المظاهرات على حارس؟ طبعا بدلنا الحارس جبنا حارس، جابوا لنا حارس مسلفن. بس شنو مشكله هذا الحارس؟ يحب الفيسبوك، مقابل الفيسبوك وينزل بصوره، يوم هو يوم طالع يوم طلع رجليه يوم طلع راسه يوم طالع بالطياره يوم ماخذ جماعه الحراريس، يعني مجموعه حراس. زين زين اوكي ما يخالف. اذا هذا حارس متواصل وياكم ويهل المنطقه. وين متواصل ويا الناس؟ معود الحراميين يهمون الابو وقضيه فيسبوك. يا عمي يا بعد عمك ذاك اليوم رحت لهذا قلت له يا هذا الحرامي. قال ها العبي طب حلو. اي قال اخذ اخذ من ذا انا اقول يا عفيه. إيه صدر بي القاء قبض على على الحرامي. زين ابوه راح توسط له قال لا عيب انا اخوك صديقك توسط له يصير اشقي. صديق كذب مو بعيوني. انت ما توصلت هنا بعيوني اسوي لك دعوه واجراءات الدعوه. بس اكو شغله واحده يقول تدري هسه الدنيا ظهر شويه وكذا ووقت غد يعني تعرف التبعات. يا غدا يعني انت جوعان. عافيه الف رحمه على والديك. هسه راح اجيب لك لف ام العنبه المحترمه. شنو؟ لك عنبه شنو؟ اكثر قيمته. لك بابا عنبه شنو؟ اري الصينيه وعليها دجاج مشوي. تمن ودجاج؟ اتطورت المراكز مانا قبل استهدم لك. يلا مو انا ودي ارتب لك الدعوه. ايش بيك انت؟ دعوه هاي صار. يلا يلا يا ابني عافيه. انت شو لك علاقه؟ يا اخي محسومه ودعتك ودعتك محسومه. بس قرار قاضي والباقي علي. ايه صار بعيون اليوم نتخابر بالليل بالخير وتدلل. يلا هسه بعدين بعدين بعدين. عاشت ايدك عاشت ايدك عاشت ايدك ما شاء الله. يا خوش حكي هذا الاكل الزين. هسه بس اكل الفخذ اول مره. بابا انت تعلمي بشغلي مالك علاقه. ابني مالك علاقه. ان شاء الله سجل الدعوه هسه بعيوني. ايوه بعيوني سجلك دعوه ومشيك منا راضي. ها حبيبي بس شوف شلون شغله. هسه صدق كذب ورق ما عندنا يرادلنا ورق دولار. لا لا بند ورق. ايش بيك هاي نكتب عليه؟ ما عندك اي ورق ما عندنا. على شنو البنت اجيب لك ورقه شوف ما يصير. دعوتك كبيره ثقيله يرادلها بند ورق هاي. صح يلا عافيه. صار بعيوني بعيوني صار. يلا في مال. لا اي عاشت ايدك عاشت ايدك. على كيفك على كيفك على كيفك. ما يخالف ما يخالف ما يخالف. عاشت ايدك ما يخالف. هذا الورق ان شاء الله دعوتك هسه راح تكمل. هسه بقى شنو الشغله؟ خلينا نشوف القلم وين. القلم طبعا ذول وراي يجون ما ادري وين يودون الاقلام. اي عافيه بس تدري ناس رايحه وناس جايه. القلم وانا ما اعرف الا اكتب قلمي. لو تروح تجيب لنا قلم مو احسن؟ اي والله قلم قلم. بس شنو قلم اصلي اريده؟ على مود الدعوة مالتك تبين بالكتابة. صح يلا عافيه عاشت ايدك. ها جايين؟ ما تاخرت. لا لا مو عليك بس لحظة مو عليك. ها جايين؟ يلا خير ان شاء الله. هلا بيكم هلا. طلع طلع صار بعيوني هذا القلم. بس خلينا نشوفه هسه حط لك ورقة. باخذولكم الف عافية. عيوني هني امك بقلبكم. ها هاي الورقة. شلون ورقة هاي لعيونك هاي؟ اول ورقة هي والله. حطناها الورقة هنا نحطها هنا هنا وراح نكتب. ايوه المشتكي انا. تعلمني بشغلي. العفو العفو العقيد المقدم الرائد العريف المفوض. بس بس لحظه
انت صحيح استاذ انت ما تلبسون ما يخالف ما يخالف عسى وحده تنجح من العزين انت مرتبك وهذا ما يخالف مرببك انت حقك يلا ما يخالف مرببك اني المدعي الاسم اسمي ضمد سعد حمد اريدك هسه توقع لي نعم نعم وقع ما اعرف اوقع مو انا دخلت محل امي راشد يزرع من ذول الناس الاولين زينب تحصد ما تعلمت راشد ما تعلمت صح 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 حقك هسه شنو ارادك انت بصمه ايوه الاسطمبه وين صارت الاسطمبه شو انت يوم شغلتك معروجه بس هي تسهل ان شاء الله هسه شد من عندك تروح تجيب لنا اسطمبه وتجي ها اسطمبه على اسطمبه هسه اوكي شغلتك اسطمبه اي يلا لك بابا وين صرتوا؟ هنا بالمكتب انا منتظركم، يلا تاخذون علي يلا تعالوا. هاي الاسطمبه. اي عاشت ايدك، عاشت ايدك، هاي الاسطمبه، وخش اسطمبه هاي يلا هاي، اي يلا تعال وقف يلا وقف، ها ها، اي بس بلل شويه خاف ما تلزق هنا على الورقه بللها شويه. اي 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 عافيه عافيه، مو مصاصه هي يابا هيك وهنا يلا. اها عاشت ايدك، صوبها زين. اها عاشت ايدك ما شاء الله شلون بصمه حلوه هاي هسه شيد منك اني تروح للمعتمد تنطيه اياه حتى تمشي اجراءات الدعوه مالتك عاشت ايدك حبيبي ما قصرت لا صدق كذي العميد المفوض العقيده العربية. براحتك براحتك هسه انت شو تقول قول براحتك حياك الله بقى عندي السؤال خير تفضل حيرني هنا واقف بزرد قول تفضل هذا المركز ايش بيه حكومي لو اهلي شلون